بالنسبة لبرامج الترحال، أنت من عمر وديتنا الترحال طبعا. بالنسبة للبرامج دي، هي برنامج مبني على اتفاق ما بين الشركة والعميل والسائل، والاتفاق بيناتهم ده مبني على مصلحة بترجع للشركة، والشركة بتقدم خدمة لك أنت، فأنت مستفيد من خدمة الشركة، والشركة مستفيدة من الرسوم البسيطة اللي هي بتاخدها من السواق اللي هو الوسيط بيناتكم. فالاتفاق بيناتكم ده اتفاق ملزم، والسواق لو دار يغدر ويقوم يلغي الاتفاق اللي بينك وبين الشركة وبينه هو وبين الشركة عشان بعد ذاك يبقى انت تدفع عليه وهو ما يدفع حاجه للشركه، فده يعتبر من الغش وما بيجوز. وهو لو داير يعمل كده يبطل البرنامج بتاع الترحال ويشتغل بشنو؟ بالعلامه بتاعته دي برا. اذا بقى شغال برا وخلاص، لكن ما ممكن الشركه هي جابت لك المشوار وبعد ذاك انت تلغي وما تدي الشركه حقها، فده من الغش ما بيجوز. طيب بالنسبة للسيرة يا اخواننا، طبعا الباب ده باب واسع جدا وفيه مؤلفات كثيرة، والمؤلفات دي منها مؤلفات خطيرة اصلا، خاصة مؤلفات الشيعة. اما تلقى الكتاب كتاب شيعة او اللي بيحكي في القصة شيعي، فديل اصلا متخصصين في الكذب في السيرة، وبيغيروا الحقائق من اجل انه ينصروا معتقداتهم ومفاهيمهم. فدي كتب ما تقرأ انت اصلا. في مراجع تاني، مراجع منقحة، مثلا زي السيرة لابن هشام، كتاب السيرة لابن هشام كتاب منقح وطيب ممكن يقرأه كل انسان. كتاب مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، ده ما فيه الا الصحيح. كتاب العواصم من القواصم، كتاب برضه منقح، ده ممكن تقرأه. أما الكتب المراجع الكبيرة اللي ذكرناها، ابن عساكر، الطبري، ابن كثير، الذهبي، دي مراجع جمعت بين الصحيح والخطأ. فلو لقيت نسخ منها محققة تميز لك بين الصحيح والخطأ يكون تمام. لو ما وجدت نسخ فأنت يعني ممكن تستفيد، ولكن الفقهاء يقولوا خذ منها ما تطمئن إليه النفس من الأخبار التي فيها الثناء على الصحابة وذكر محاسنهم. أما الأخبار التي فيها غمز أو طعن في الصحابة فلا تؤخذ أبدا من هذه الكتب، حتى ولو كتب معتمدة، لأنه فيها الصحيح وفيها الضعيف. فده أنت لو داير تتعامل بتعامل مبسط كده. لكن للزول المبتدئ الجديد وما عندك معرفة بالصحيح والضعيف وكده، انت بس اقرا كتاب السيره لابن هشام بينفعك جميل، بديك سيره النبي صلى الله عليه وسلم من اولها لاخيره وسيره الصحابه، وبيعرفك وبديك معلومات كافيه من غير ما يوقعك في مشاكل. فجميل كتاب السيره لابن هشام، كتاب صغير ما كبير، ده لو لقيته يكون طيب. طيب هنا في سؤال في الورقه بيقول هل توسل عمر رضي الله عنه بذات العباس؟ لا يا اخوان، احنا شرحنا كبير. توسل عمر رضي الله عنه كان بدعاء العباس. وفرقوا بين التوسل بالذات وبالدعاء. عشان كده احنا قلنا الانسان ما يتوسل الا بالحي الموجود. طيب انا لو توسلت بغايب يبقى ده ما بجوز. ليه؟ لانه ده فيه دعاء لانسان غايب. والدعاء للغايب ده فيه اعتقاد انه الغايب يسمع من بعيد، ودي صفه من صفات ربنا، ده ما بجوز. اها طيب هل بجوز انا اتوسل بجاه انسان؟ لا ما بجاهه برضه. ليه؟ لانه لو كان بجوز انا اتوسل بالجاه
أكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جاه أعظم ولا ما أعظم؟ لا شك أنه أعظم جاه هو جاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر نادى العباس وقال له أدعو، وليه توسل بالعباس؟ أيوة توسل بالعباس لأنه حي موجود ويقدر الدعاء. عشان كده يا أخواننا شرط التوسل يكون بشنو؟ بالحي. والحي ده ما يشترط له صفات معينة يا أخواننا. أي زول أنت تتوسم فيه الخير، زول بشوفه ما شاء الله بيصلي مع الناس، وزول طيب في تعامله، وزول دينه كويس، قول له يا فلان عليك الله والله اللي أنا عندي مشكلة معينة، إن شاء الله عندي زول مريض في المستشفى، أدعو لي ربنا معاك، ده كده شنو يا أخواننا؟ ما في مشكلة. ده بجوز. لكن كونك تقول يا فلان الغائب ده ما بجوز، أو الميت ده ما بجوز. عشان كده الصحابة علمونا يا أخواننا إنه شنو؟ إنه توسلوا بالحي. حتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تتوسل بزول وهو أدنى منه درجة، وويس القرني. ما القرني؟ ما بالضمة، بالفتحة، القرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليه يدعو لك، وبقى فتش عنه لحد ما لقاه في الحج. قال له أنت أويس؟ نعم. القرني؟ نعم. أنت؟ قال له من قرن؟ نعم. قال له هل كان بك برص في جسمك كله فدعيت ربنا فبرأ؟ نعم. أنت كنت بار بأمك؟ نعم. قال استغفر لي، فاستغفر أويس لعمر واستغفر عمر لأويس، الاثنين دائما خلاص. لكن لاحظ عمر رضي الله عنه دائما ينبهك للحته دي. عمر رضي الله عنه ما قال قبل ما يقابل أويس يا أويس تلحقنا وتفزعنا وهو ما موجود، لا بقى يبحث عنه. عشان كده الشرط يكون شنو؟ موجود ويدعو ربنا سبحانه وتعالى، وإلا يبقى ما بيجوز. جزاكم الله خير، السلام عليكم.